ده شباب عاملين ايه؟ وده الجزء التاني اللي مش عارف رقم كام. هاري ماجوايا، تمام. اوكي خلاص. يلا يا عم بقى، انا مش ناقصك دايما. اهو يا عم دوست. ماشي اهو. يلا. او اي يلا، وده بيتكهرب. هو ازاي كهربا وبيتكهرب يعني؟ صح يا شباب؟ اهو يا عم مثلث، عارف افضل دايس مثلث. ازاي من الكهرباء وبيتكهرب؟ ازاي يعني؟ انت بتضربني يا حيوان؟ ازاي بيتأثروا اصلا؟ تعالوا لي لو رجاله. ايوه جدع يا معلم يا محظوظ. تعالوا اتجمعوا اتجمعوا اتجمعوا. اللي هيفكر ازاي بيتأثر من الرصاص؟ بتحبوا تتضربوا؟ اعملوها دي في بيتكم، دي اعملوها في بيتكم. انت وقفت في طريقي يا حيوان. Oh!
اه دي كاميرا. التاجة جاي 15. الراجل بتاع امازون ما اعرفش حاجه تقريبا، يعني لما تمسكيها تحسيها رمل، فبتاع البندق طبعا. كنت بكلم مامتي بس. لا بس انا مش هروح على فكره. ماشي شباب، وكده نكون خلصنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لو عجبتكم اتفرجوا على بقية قناتي، وسلام.